هيا هيا بنا سرجي لنبحث عنها مرة أخرى. ابحث عنهم في كل مكان، ابحث عنهم في كل مكان على وجه الأرض، في كل مكان يا سرجي. دع السراجي وشأنه، أنا من سيبحث عنها، فلقد وعدني أبوها السراجي هذا بالزواج بها إذا عثرت عليها. لماذا تقول ذلك؟ لأنني أنا أحق بها من أي أحد، فمن في مثل جمالها أولى بها شاب مثلها. ابحث معنا لنعيدها من يد هؤلاء المفسدين، ابحث معنا. سأحاول جاهدا أن أعثر عليها بأي طريقة. علينا أن نضاعف مجهودنا حتى نصل إلى مبتغانا. إذن علينا أن نعمل ليل نهار. أيتها الآلهة، أيتها الآلهة، لقد اشتد خوفي على ولدي، فأعيدوه إلي، أعيدوه إلي، وسأبذل كل جهدي في القضاء على نوح وأتباعه. أعدك أيتها الآلهة، سأقضي على نوح وأتباعه. وماذا لو كان ابنك من أتباعه يا قويسة؟ ظلوم؟ عليك أن تتخلصي من ولدك الذي اتبع نوحا. ولدي؟ أتخلص من ولدي؟ أتخلص من ولدي الوحيد؟ كيف؟ كيف تقول ذلك يا ظلوم؟ بهذا المنطق تغلب نوح عليكم. إنه لمنطق غريب، وبهذا المنطق تغلب نوح عليكم. لا، يمكنني أن أتخلص من نوح، لكن ولدي، ولدي لا. لقد جمعنا كمية كبيرة من الأخشاب، ولكن كيف يمكن لنا أن نخبئ هذه الكمية الكبيرة؟ سنقوم بإخفائها في مكان آمن. لابد لنا أن نتحرك في اتجاه القرية. أخشى أن يعترضنا أحد في الطريق. لا نأمن ذلك، ولكن سنقوم بتدبير أمرنا. نعم، من الممكن أن نخرج في ظلام الليل. نعم، سنفعل ذلك. شائك، كادوا أن يقتربوا منا يا شائك. لا تخف. ولكن ماذا سنفعل إذا عثروا علينا؟ لا تقلق يا طغورة، سوف أتعامل معهم. ما هذا؟ ماذا ستفعل؟ سأدافع عني وعنكم. من هذا الذي طعنني بهذا الخنجر؟ هيا بنا نجري بعيدا، هيا هيا هيا. لم يأتوا بالأخشاب بعد. اصبر يا سام، لقد اقترب الوعد الحق. عانى أبي كثيرا من قومه. إن نصر الله قريب. انظري من هناك. من هؤلاء القوم؟ الحمد لله، الحمد لله، لقد عادوا بالأخشاب. الحمد لله رب العالمين. هيا لنحمل عنهم، هيا. سوف تبنى السفينة، هيا هيا.
أحسنتم صنعا، جزاكم الله خيرا. تعبنا كثيرا وتعرضت حياتنا للخطر. علينا أن نخفي هذه الأخشاب وأن نقوم ببناء السفينة ليلا. نعم، حتى لا يرانا أحد. هل تبقى الكثير على إتمام بناء السفينة؟ سنعمل جاهدين على إتمام بنائها. هيا هيا لنأخذ بعضا من الأخشاب ونذهب بها إلى السفينة. ما هذه الأخشاب الكثيرة؟ بالتأكيد هي لبناء السفينة. إذن هم بالقرب من هذا المكان. نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلا ونهارا، لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله، فيا لهم من عصاه، لا يدركون أن بينهم نبيا من أنبياء الله. سيظل هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل. فنوح صبر وتحمل وهو من أولي العزم من الرسل، وقومه ما زالوا على ضلالهم يعبدون الأوثان، ولا ترق قلوبهم العاصية لحديث نوح. لقد اشتد البلاء على نبي الله نوح عليه السلام، وما زال هؤلاء العصاة يحاربون نوحا وأتباعه. ألا يعلم هؤلاء أن الله متم نوره ولو كره الكافرون؟ واقترب الوعد الحق، واقتربت لحظة الحسم يا نبي الله، فلا تعبأ بما يمقرون. سوف نظل هنا حتى ينصرفوا. علينا أن نستعد لمعركة أكبر عند رجوعنا إلى القرية. نعم، سنقوم ببناء السفينة مهما حدث. لا تخافي يا هوزاء، فنحن معك. هوزاء، سوف نعود وننتصر. أجل، سوف ننتصر. إني ألتمس لك العذر، فهو أبوك، فلا تحزني. لا تحزني يا هوزاء، لقد أشرفت السفينة على الاكتمال بفضل الله. أيام وننتهي من المهمة. يا لها من مشاعر جميلة أن يكتمل هذا البناء ونحن معا. ترى ما الذي سيحدث بعد أن يتم نوح بناء السفينة؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله. ونحن